مسابقة فوازير رمضان، مدرسة رواد المستقبل الدولية بالتعاون مع أسواق العطائر التخفيضات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة في رمضان. فالصدقة من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل بين المسلمين. وقد كان النبي أجود ما يكون في شهر رمضان. متابعينا الكرام، ما أجمل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل. والآن حان وقت المسابقة. هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى بأم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وكان لا يأتيها درهم أو دينار إلا أنفقته على المساكين، وهي أول من دفن من بقيع أمهات المؤمنين. فمن هي؟